السلام عليكم. بعد ما تطرقنا إلى موضوع إنتاج الأعلاف الخضراء بما يسمى بلانسيلاج في ولاية بوستغانم، اليوم راح نتكلموا على التجربة نتاع إنتاج هذه المادة الاستراتيجية في ولاية المنيعة، واللي العلم أنه هذا البلانسيلاج هو يعطينا أكبر مردودية مقارنة بالأعلاف الأخرى التقليدية، ويساهم كثيرا في تربية الأبقار الحلوب والماشية بصفة عامة، ويعتبر يعني منتوج استراتيجي هام لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التغذية، ويعني بما يسمى بالأمن الغذائي. أترككم بدون ما نطول عليكم، تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه التجربة التي أعطت نتائج مبهرة في ولاية المنيعة، والسلام عليكم. تعتبر ولاية المنيعة من الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف، وخاصة الأعلاف الخضراء، وهي اللي تمون بها عدة ولايات عبر الوطن. قناة الفلاح من الغرفة الوطنية للفلاحة في الميدان للوقوف على واقع إنتاج الأعلاف بهذه الولاية. هذه الأيام رانا حضروا عملية حصاد الذرة العلفية لونسيلاج أوريباني. المساحة تاع الولايتين، ولاية المنيعة وولاية غردية، تفوق 6000 هكتار. البيع مباشرة من بعد من الحصاد، مباشرة من المزرعة يتم البيع لأكثر من 39 ولاية في الجزائر، تشتري الذرة من الفلاحين تاع الولايتين. في العام هذيك 15-20 ألف قنطار نخرجها من المايس، من هذا الانسيلاج. شي يدفعوا. مساحة مخصصة الذرة صفراء حب، يعني كانت في بداية الموسم كانت حوالي 30% من المساحة الكلية مخصصة لهذا المنتوج، ولكن نشوفها الآن راهي تقلصت نقول لك حتى بين 5 إلى 10%. والسبب راجع انه في عند انطلاق العمليه، يعني كاين اتفاقيات مع الديوان انتاج الاعلاف لوناب باش يوفروا المستثمرين المجففات، يعني يوفروهم على مستوى مناطق الانتاج. ولكن لحد الان رانا في شهر ديسمبر، وين يعني المنتوج الحق باش يتحصد، والمجففات هادو مازال ما لحقوش. هذا الموسم ان شاء الله رانا مع الوزاره وين يعني التزمت باش توفر المجففات، وان شاء الله جماعه البياماتي واللوناب راهم طمئنونا باللي ان شاء الله راه في الايام هذه القليله يدخل. ونبشر كذلك اخواننا المستثمرين انها ولايه المنيعه سوف تستفيد من هذا المجفف اللي راح ان شاء الله يرفع المساحات ان شاء الله في المواسم القادمه باش نديروا الدوره الصفراء ان شاء الله. بالنسبه للذره الصفراء يعني امكانيات مازالت ناقصه شويه من حصادات، ولا كما قلنا المجففات، ولازم لها توفير العتاد اكثر. ما كان العتاد الاول، العتاد درك راهم سنوا بس راهم خرجوا لنا قانون باش نجيبوا الماتيريال لصالح الفلاحه اوكازيون تابي انا نستنوا فيه. درك ما كانش درك التراكتيرات هادو كان يقعد بان، ما كانش لا في السوق لا والو. اليوم لو كان تروح للسوق تحب تشري جرار ولا تشري آلة حصاد ولا تشري معدات فلاحية ما تلقاش، راهي ناقصة بزاف. لو كان تمشي هذه العملية يعني الفلاح يصبح يستورد هذا العتاد بأريحية، وكذلك حتى بالتكلفة تكون ناقصة.